السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، مزيانين. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكون الصحة جيدة. تحية لي من عندي ليكم في المرفوع، معكم جليلة شانيل من قناة جليلة شانيل. اليوم خرجت بغيت ندير غير واحد الدويرة في ليدل، وقلت ربما البنات اللي كيهمهم انهم يشوفوا يعني ليدل وانهم يشوفوا لي برودوي اللي جابهم في ليدل، حيت وصلوني دي بوبليكاسيون انهم يعني جايبين حوايج كوسميتيك كيما نقولوا الماكياج، الحوايج اللي حنايا كيعجبونا البنات، ماسكارا، كحول، كريم تاع الوجه. وقلت انني ندير لكم واحد الدويره ربما انه يعجبكم تشوفوا. غادي منين ندخل ليدل غادي نطلب منهم الاذن الى خلوني انني نصور، غادي نصور لكم البنات. هذا الكارتيفين كان سكون ربما تكون شي وحده الجاره ديالي وانا ما عارفاهاش. يلا هو معايا البنات، ما لقيتش يعني داكشي اللي كنت باغيه، الو قلت نصور لكم هاد الصور هادو. المهم البنات اللي راها مرتاحه في الدار وراها كتفرج التلفازه، هاوني درت بك واحد الدويره. عرفتوا البنات الريحه اللي راها كتخرج؟ رائحه رائعه يعني. كاينين البنات هادو، هادو بطبيعة الحال ماشي الزهور، هادو نبتات يعني. شوفوا الطريقة يعني، بحال جذع ديال الشجرة، وأنهم صاوبوه وداكشي رائع زعما. اللي عنده جرادي ولا عنده تيغاس ولا يقدر أنه يديرهم فيه. انا رجعت معكم من بعد ما مشيت ليدل. في الحقيقه البنات لقيت ليدل عامر بزاف من الناس وما قدرتش نصور على راحتي، ولكن شريت بعض المشتريات اللي هما غادي نوريهم لكم. نبداو بهذا المنتوج اللي هو منتوج تايتي، الجل تايتي، وهذا الجل كيعجبني بزاف يعني، هو حاجه زوينه يعني. نظن راكو البنات راكو عارفين هاد لا مارك وشنو هو دايرين. الا شريتي ثلاثه عندك ثلاثه غراتوي. بالنسبه للبنات اللي هنا فرنسا راه هاد لوفر فالابل حتى ل 11 ولا لو 10 نوفمبر. البنات هادشي راني شريته من فلوسي، باش ما يتحاب لكمش راني زعما كندير دعايه ولا ليدل. انا غير كنتقاسم معكم وكنشارك معكم وشنو شريت من ليدل فقط يعني. هذه بالنسبه للبنات اللي عايشين هنا في فرنسا، راه كاين الا شريتي ثلاثه عندك ثلاثه غراتوي. انا كنشوف هذه يعني من مساله مزيانه. هما شريت ثلاثه وعطاوني ثلاثة غراتوي، هاهما نحيدهم من هنا. الوغ البنات شريت هاد لاكخيم هيدغاتونت ماتيفيونت سوان دو جور. هاد لا مارك ديال ديرمين انا كنت ديجا كنستعملها، ولكن ما عمرو عرفت بلي كيبيعوها في ليدل. كنت كنشريها من كارفور وهي زوينه يعني. الناس مثلا شتو مع حنايا كان يعني كنديرو خمس صلوات، كنتوضاو بزاف، لابو كتنشف. هذه زوينه، هي مكتوبه لابوغاتوار ديال ديرمين، وها هي. وراها البنات اثمنه جد جد مناسبه. كاين كذلك هاد الماسكارا مايبلين، غادي نجربها ونستعملها ونشوف لا مارك مايبلين. وكاين البنات هاد الماسك، هذا ماسك تيسو، هذا دابا لو كان غادي نحلو راه لداخل راه داير بحال التوب، بحال الكتان، بحال التوب كاين دار الوجه. انا البنات كنشري بحال هاد لي ماسك، ولكن كنشريهم من سيفورا. في الحقيقه كينفعوا بزاف فاش تكوني معروضه ولا يكون عندك يعني شي حاجه تقدري تاخدي دوش ولا ديري غير ان غوماج ومن بعد ديري هاد لو ماسك ومن بعد ديري الماكياج نتاعك. يعني في الحقيقه كيبان اختلاف كبير في الوجه، ولكن ما كنديرهمش ديما الصراحه، كنديرهم يعني مره فاش كون نحس انني محتاجه بغيت نديرهم. وكاين البنات شريت هذا
هاد الميسيلير هذا نتاع اللي كتنطوي به الماكياج، عارف يبان لكم مزيان. اتون جو فوغ لا كاميرا، كعارفين البنات لا كاميرا على حسب الاضاءه. نتوا دي ماكي رافريشي، هذا يدير شي انورو من شاق البنات، انورو 35 ولا انورو من شاق البنات، المهم ولكن اثمنه جد مناسبه من لا مارك سيان. غادي نجربوها البنات ونشوف. بو ساش اي سنسيبل. واخيرا نو ماشي اخيرا البنات، هذا لا مارك لوريال، راني شفتو كاين في يوتيوب البنات اللي داروا عليه، يعني هضروا عليه قال لك زوين، تقدر ديريه الفيزاج كذلك باين حتى يعني الفم. غادي نشوف نقدر نحلو معاكم. البنات مارك لوريال غوماج نوريسون سكر دو سوان، هاو كي داير البنات، داير بحال الطين، يعني هو طين يعني، وراه فيه بزاف ديال الانواع البنات. هذا غوماج نوريسون، كاين غوماج اكلا، يعني كاين راهم جابوا هذا المنتوج، راهم جابوه في ليدل، وثمن مناسب البنات، يعني ثمن جد جد مناسب. انا غادي نجرب هادي. وصيب ناس اخيرا هاد لي ديسك دي ماكيي، هادو كنشريهم، واه كنشريهم لا ماركسين، كنشريهم من ليدل. هاد لي كوتون، هادو كوتون ديسك كينفعو بزاف وديما كنشري منهم. وهاد الشيء اللي كاين في اليوم البنات، غير خرجت درت هاد الخرجه هادي اللي دال، وقلت نتقاسم معكم واشنو شريت. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله هاد الاسبوع غادي نحط واحد الفيديو على لي غيسا، ونتمنى انه تكونوا استفدتوا شي حاجه. وشكرا لكم البنات، وتحيه لكم، وحتى نشوفوا ان شاء الله فيديو قادم. سلامه، باي باي.